السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه ناخذ من وقت مصرف على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم كيف ما تشوفوا جبت لكم وصفه مختلفه من مطبخ مختلف، باش نوريكم طريقه الرز المقلي على الطريقه الصينيه، ساهل وبسيط وفي نفس الوقت بنين. هنا باش تستغربوا علاش مقلت الماكله في المطبخ التونسي ولا مقلت الماكله في المطبخ التركي. نقول لكم ساعه هكا الواحد ماذا به ينوع، ماذا به يجرب الحاجات، وخاصة كي تبدا حاجات نقول لكم مكوناتها مقبولة، مكوناتها نجموا ناكلوها خاصة المسلمين. كيف ما تشوفوا هذايا رز مقلي، صدقوني ساهل وبنين، وتبعوني توا في المقادير. لهنا كيف ما تشوفوا عندي رز بصمتي، عندي جوز كيسين رز بصمتي، غسلتهم مليح وصمتهم في الماء، نصمتوهم لين يتيبوا، ما خلوهمش لين يتفتوا يتيبوا ويبدوا شادين رواحهم، يعني يبدا طري. عندي لهنا نص كاس جلبانة، عندي نص كاس فنارية كيف ما شفتوا، يعني كعبة كبيرة فنارية قصيتها جويدة كيف ما شفتوا. عندي كعبتين عظم لهنا باش نستعملهم زادة، وعندي لهنا تقريبا أربع عروش ولا خمسة بتاع بصل أخضر، وعندي لهنا مغرفتين بتاع زيت زيت الجلجلان. اللي مش متوفر عنده زيت الجلجلان يستعمل الزيت النباتي العادي. لهنا باش نتعدوا لطريقة التحضير بالطبيعة. لنا كيف ما تشوفوا باش نصب الزيت في الطنجرة، كيف ما قلت لكم زوز مغارف تاع زيت جلجلان، اللي مش متوفر عنده زيت جلجلان ينجم يستعمل الزيت النباتي العادي. بالنسبة لزيت الجلجلان راه تنجموا تريحوا جلجلان وتستعملوا يعني تعملوا الزيت نتاعو في الدار وحدكم من غير ما تبقوا تشروا من يعني ما نقولوا نحن من الصيدلية نتاع الأعشاب، خاطر يتوفر ديجا في الصيدلية نتاع الأعشاب. لهنا باش نحط لك السفنيرية هذيك كيف ما قلت لكم، باش نقليها هي الأولى تقريبا 3-4 دقائق في الزيت هذاك، ومن بعد نكمل المكونات الأخرين. كيف ما تلاحظوا مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل دار، حاجات ماهيش يعني ماهيش غير معقولة، حاجات معقولة، حاجات ناكلوها يوميا التوانسة وإلى المسلمين بصفة عامة، نجموا ناكلوها، يعني ماهيش حاجات حرام، ماهيش حاجات غير معقولة. كيف ما شفتوا لهنا بعد ما بدا السفنيرية هذيك بدات تقلا، كيف ما تلاحظوا تقريبا 3-4 دقائق هكاك نبدا نحرك فيها، ما نخلوهاش تتحرك برشا، هذه لهنا باش السفنيرية نتاعنا تطرى وما تبقاش خشينة برشا، يعني ما تبقاش كاسحة، تطرى بك القليان نتاعها هذاك. لهنا باش نزيدوا لها الجلبانة، كيف ما تلاحظوا الجلبانة زادة نص كاس، الكلهم كيلتهم، السفنيرية والجلبانة نص كاس. لهنا زادة باش نقلي الجلبانة والسفنيرية مع بعضهم، تقريبا دقيقتين ثلاثة هكاكا. الجلبانة ديجا ما فيهاش روح خاطر تبدا جديدة، وإلا تبدا كالمكنجلة ما فيهاش روح، في صعبتي. كيف ما تلاحظوا لهنا وقت نعرفوا الجلبانة نتاعنا تقلت، يعني خذت وقتها في التقلية، لهنا نحطهم على جنب كيف ما تشوفوا، وباش نجيب كعبتين العظم هذوكم ونصبهم لهنا باش نقليهم زادة كيف كيف. لهنا كل شيء مقلي، هذايا هذاك علاش يسموه الرز المقلي. صبيت كعبتين العظم نتاعي كيف ما تشوفوا، تو لهنا كعبتين العظم هذوكم باش نحاول نقليهم كيما تلاحظوا بالطريقة هذية لهنا، وفي نفس الوقت نحافظوا عليهم باش يكونوا طروف كبار شوية ظاهرين في وسط الرز، يعني نحاولوا نقلوهم في نفس الوقت ما نخلوهمش يعني يتفترشوا برشا، نقولوا نحنا نخلو فيهم طروف كبار باش يظهروا لنا في الرز كي نقدموه. كيف ما تلاحظوا بالطريقه هذيا نحاول العظم هذيك نحلها باش كلها يوصلها الزيت وكلها تتقلى. كيف ما تلاحظوا لهنا العظم نتاعنا اتقلى، نحاول ديما يوصل وقت الزيت هذاك بالطريقه هذيا. ولهنا تو باش نخلط كل شيء مع بعضه، بعد ما العظم نتاعنا تقلت هذيك نحاول ان نقسمها العظم هذيك كيف ما قلت لكم، في نفس الوقت نستحفظوا عليها اطراف كبار شويه. نخلط تو كل شيء مع بعضه، ولهنا في المرحله هذيا باش نزيدوا الرز، نخلطوا الرز هذاك نصبوه على المكونات هذوما ونخلطوه، زاد هو باش يتقلى شويه فك الزيت هذاك مع العظم والجلبانه والسفنيريا. وبالطبيعه تبقى لنا مرحله التفويح، تو تشوفوها سهله وبسيطه، والمكونات زاد الفحات موجودين في كل دار. لهنا نصب الرز نتاعي كيف ما قلت لكم، نعاود ونذكر بالكميه، زوز كيسان نتاع رز بسمتي، من المستحسن تستعملوا رز بسمتي والا الرز المفور التايلاندي هذاك بتاع تونس، تصمتوه يعني طيبوه وبعد تصبوه على الخليط هذاك، يعني الرز نتاعنا يكون طايب، يكون مصموط طايب، وفي نفس الوقت نستحفظوا عليه ما نخلوش يتفترش برشا، يعني ما نخلوش يطيب برشا لين يعجن لنا والا تتكسر الكعبه، ماذا بينا نستحفظوا عليه يطيب وفي نفس الوقت تكون الكعبه كامله. نخلط توا الخليط هذاك كيف ما تشوفوا،
شوفوا ما شاء الله الخليط كيفاش ولا، حتى في المنظر يحلى بصراحة. لين يطوب بشفاوح نصب شوية فلفل أكحل، تقريبا نص مغرفة صغيرة، زادة المغرفة الصغيرة متاع التين نقولوا نحن متاع الاتراك. لهنا كيف ما تشوفوا فلفل مهروج زادة كيف كيف، حطيت شوية لهنا ثوم شايح، بالطبيعة باش نزيد الزنجبيل الشايح، زنجبيل زاد مغرفة صغيرة. لهنا كما تعرفوا أكثرية مش أكثرية آسيا، خاصة في آسيا يفوحوا برشا بالزنجبيل، كما الصينيين كما اليابانيين كما الهنود، حتى لهنا في تركيا عندهم الحكاية متاع الجرجلاء سامحوني الزنجبيل، أما مش برشا مش في برشا حاجات. كيف ما تلاحظوا لهنا فوحت الرز متاعي، نخلط توا الفحات هذيك الكل باش تدخل في وسط الرز والخضره هذيك، وبالطبيعه يبقى لنا في الاخر صوص الصويا او صوص الصوجا كما تعرفوه، متوفر هذا نتصوروا متوفر في الجروسير فاس، هذا يستعملوه برشا خاصه الصينيين يستعملوه في ماكلتهم برشا، كانوا روز والا بوريك والا المقرونه متاعهم هذيك نودلز يستعملوه برشا. كيف ما تلاحظوا صبيت زوز مغارف متاع ماكله، حطيت زوز مغارف نتاع ماكله، انتم تنجموا تحطوا مغارفه بركه. كيف ما تلاحظوا اللون نتاع الرز نتاعنا يتبدل، اذا تحبوه اللون نتاعو يستحفظ على اللون الابيض ما تكثروش من الصوص هذيك، وفي نفس الوقت ما تملحوش خاطر الصوص هذيك راهي مالحه بطبيعتها، ردوا بالكم تكثروا من الملح حتى في صوره ما باش تملحوا، ردوا بالكم تكثروا من الملح خاطر الصوص هذيك راهي مالحه. ونكمل توا نحرك كيف كيف بنفس الطريقه لين تنشفك الصوص هذيك الكل يشربها الرز، وبالطبيعه يبقى لنا كان باش نزيدوا البصل الاخضر هذيك في الاخر. كيف ما تلاحظوا طريقه سهله بسيطه واكله سهله في ساعه تحضر، ما تاخذش برشا وقت وفي نفس الوقت بنينه. لهنا باش نزيد البصل الاخضر كيف ما قلت لكم، كيف ما تلاحظوا طريقه سهله وبسيطه، حاولت اني نبسط اكثر من لازم. المكونات كيف ما قلت لكم متوفره، نتصور الزنجبيل الشايح موجود في كل بلاصه تنجموا ترحوه، الثوم الشايح نتصوره موجود في كل بلاصه، اذا مش متوفر الثوم الشايح تنجموا تستعملوا ثوم فريش، اما يكون مرحي برشا يعني ما يكونش مهرس بالمهرس، يكون مرحي بروبو. بالنسبه للصوص هذيك نتاع السوجا او صوص الصويا نتصورها راهي متوفره في الجروسير فاس كيما كارفور كيما ماجازان جينيرال، نتصور راهي متوفره. لنا هذا الرز نتاعي بعد ما طاب نخليه تو يرتاح شوي وبعد باش نقدمه. وهذا الرز نتاعنا كيف ما تشوفوا حاضر، كيف ما تلاحظوا المكونات كلها ظاهره، كيف ما تشوفوا الطروف نتاع العظم الجلبانه اسفناريه البصل الاخضر، وحطيت بطبيعه كي طيبت وحطيت فيها الصوص هذيك، صدقوني يجي بنين على الاخر وحاجه سهله وفي ساعه تحضر. بالنسبه للناس اللي تحب تجرب الاكلات هذه ننصحكم جربوه ما تندموش خاطروا بنين على الاخر. هذه الطريقة نتاعو بسيطة كيف ما قلت لكم، يسموه الرز المقلي، هذاك علاش قليناه خاطر الرز بطبيعته مصموط ما ياخذش برشا وقت، الكل يعني المكونات الكل تتقلى مع بعضها. كيف ما شفتوا هذه وصفتنا اليوم اللي هي الرز المقلي على الطريقة الصينية، هذه كان فيديونا اليوم وهذه كانت وصفة اليوم، إن شاء الله الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، إن شاء الله كان خفيف عليكم، نتمنى أنكم تشجعوني بلايك وكومنتير، ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم وأحبابكم باش تعمل فايدة، نتقابلوا في فيديو جديد وفي وصفات جديدة وفي أمان الله.